أخي المواطن أختي المواطنة، تحية عاطرة أقدمها إلى حضرتكم في مستهل هذا اللقاء الشيق الذي نستضيف خلاله المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالصومالي سعادة الدكتور يوسف أحمد علي، مدير عام وزارة التربية والتعليم بالصومالي. أهلا بحضرتك معنا دكتور. أهلا بك. أهلا بك، بارك الله فيك. بداية سعادة المدير العام بوزارة التربية والتعليم، لعل أفضل المواضيع التي نبدأ بها هذا اللقاء أن تكون من داخل التعليم ومجالاته وزارة التربية والتعليم، لأنها هي العمود الفقري للصومالي، فإن صلحت فيصلح فيما بعد الشباب والشابات والمواطنين بشكل عام. ما هي أهم النجاحات التي حققتموها لدى تعيينكم كمدير عام بوزارة التربية والتعليم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تحية طيبة لجميع المشاهدين لقناة تلفزيون جمهورية صوماليلاند، وشكرا على استضافتك لنا في هذا البرنامج. التعليم بصورة عامة هنا في صوماليلاند، الوزارة عندها طبعا جناحين، جناح التعليم العام وجناح التعليم العالي. العالي، فأنا المدير العام للتعليم العالي المتعلق بالجامعات، يعني المتعلق بالتعليم العالي والجامعة ما بعد الدراسة الثانوي. فهذا المجال التعليم العالي يعتبر جديد هنا في صوماليلاند. في زمن الوحدة مع الصومال طبعا لم تكن هنالك أي جامعة هنا في صوماليلاند، وجميع الخريجين من المعاهد العليا هنا في صوماليلاند كانوا يذهبون إلى مقديشو للالتحاق بجامعة الأمة الوحيدة كانت في الصومال كلها. أما الآن فبحمد الله بعد انفصال جمهورية أرض الصومال عن باقي الأراضي الصومالية تم الاهتمام بالتعليم العالي، وبدأت أول جامعة هنا في صوماليلاند سنة 1997، هي جامعة عمود في إقليم بورما. ثم تكاثرت هذه الجامعات، فعندنا الآن حوالي أكثر يعني من 25 جامعة ومعهد عالي يهتم بالتعليم العالي والدراسات العليا. يوجد عندنا الآن دراسات مختلفة في المجالات المختلفة في التعليم العالي كالصحة والطب والهندسة و إدارة الأعمال والكمبيوتر وغيرها موجودة هنا في صوماليلاند. ويعني معظم هذه الجامعات في بداية الأمر كانت جامعات من بعض الدول المجاورة فتحت فروع هنا في صوماليلاند، لأنه كانت هناك عرقلة مسألة الاعتماد وجودة التعليم، كان هناك قلق من بعض الجامعات الرئيسية. نعم نعم. الآن بعد وصول السيد أحمد سيلانيو إلى سدة الحكم في عام 2010 بدأ وظهر الاهتمام الشديد بجودة التعليم العالي. كانت هنالك 18 جامعة في 2010، فذهب وكان من ضمن برنامج حزب كلمية أيضا الاهتمام في جودة التعليم العالي، فتم تعيين لجنة التعليم العالي، اللجنة القومية للتعليم العالي، وكذلك الجناح أو المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التعليم. فأصبح الاهتمام صراحة أكثر، وتم تكوين ميزانية خاصة بالتعليم العالي، وتم تدريب كوادر للقيام بمسألة المراقبة، مراقبة الجودة والاعتماد في التعليم العالي. نعم. نحن في السنتين الأخيرين الآن كنت في هذا المنصب، صراحة كانت هنالك خطوات كبيرة جدا نحو الرقي بالتعليم العالي، لأنه أهمية التعليم العالي صراحة تكمن في أن التعليم العالي يمثل
العينين بالنسبة للدولة، لأنه الدولة لا تستطيع أن تأخذ أي قرار إلا بعد عمل البحوث أو الدراسات اللازمة للتأكد من صلاحية هذا القرار. وطبعا جميع البحوث والدراسات تعمل في الجامعات، لأجل ذلك كان الاهتمام بالتعليم العالي موضوع يعني له أولوية في البرنامج، برنامج حزب كلمية في بداية الأمر، وفي أيضا الانتخابات الأخيرة كان الجزء جزء التعليم العالي في هذا البرنامج جزء صراحة مهم جدا. سعادة المدير العام بوزارة التربية والتعليم بالصومالي دكتور يوسف أحمد علي، ما هو مدى التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والجامعات أو التعليم العالي بصورة عامة بالصوماليلاند هنا، والهدف وصولا لتعليم جامعي جيد ينتج عنه طالب متخرج وطالبة متخرجة يستطيعون خدمة أنفسهم ووطنهم، ما هو مدى التعاون؟ التعاون طبعا معظم الجامعات هنا جامعات خاصة مولت من بعض المستثمرين المواطنين وكذلك الأجانب أيضا استثمروا في مجال التعليم العالي، لأنه هنا في صوماليلاند يبدو أن الاستثمار في التعليم قد يعني الاستثمار يعني يد يعني يدرد بأموال كبيرة جدا. نعم، فعندنا هنا يعني 7 جامعات حكومية موجودة، يعني هنالك جامعة في أي إقليم. أي نعم، في بورما وفي قبيلة في هرقيسة في سناغ وفي سول وفي نعم. تقرير نعم. كلها هناك جامعات حكومية بنيت خصيصا لخدمة التعليم العالي في نعم. في هذا الإقليم نعم. وهنالك أيضا جامعات كثيرة جدا، أكثر من 20 جامعة خاصة كبيرة ومتوسطة وصغيرة أيضا تخدم في هذا المجال تعليم عالي. أي نعم، وهنالك تعاون يمكن أن أقول أنه هو تعاون ممتاز جدا بين الوزارة وجميع الجامعات تلتزم بقوانين التعليم العالي، اللهم إلا يعني هناك بعض الأشياء التي يمكن أن نراه هنا وهناك من تسرب بعض الجامعات من امتحانات من امتحانات ممكن لا أقصد أنه يطبق لوائح التعليم العالي، فعندنا طبعا بعض الشروع والقوانين لضبط جودة التعليم العالي. نعم. وكان في قبل سنتين من الآن تواصلنا مع اتحاد الجامعات العربية، هي منظمة كبيرة جدا أسست عام 1964، كان مقرها في القاهرة الآن حولت إلى عمان إلى الأردن، وكانت زيارة للسيد أمين العام اتحاد الجامعات العربية إلى صوماليلاند، وكان هناك وفد من الخبراء في التعليم العالي يرافق صراحة السيد أمين العام وتم تفتيش الجامعات وفقا لقواعد وقوانين اتحاد الجامعات العربية، ومن ثم تم قبول حوالي 3 جامعات أو 4 جامعات من جامعات صوماليلاند، والتي توافقت فيها الشروط التي العلمية التي تقدمونها. نعم سعادة المدير العام، هذا هو لب سؤال الذي أتطرق إلى سؤاله لحضرتك الآن. تتهم وزارة التربية والتعليم بالتوجه تعليميا إلى دول إفريقية وأوروبية على غرار أنها من المفروض أن تتوجه إلى الدول العربية بما أننا شعب مسلم وينتمي إلى أصول وتقاليد أيضا عربية، كان من المفروض أن نتوجه تعليميا نحو الدول العربية ونقتبس منهم بما أننا متشابهون إلى حد ما. ما رأيكم إذا توجهت وزارة التربية والتعليم نحو الدول العربية دون الدول الأوروبية؟ سؤال جيد صراحة وممتاز وفي محله. طبعا في بداية
الحروب الأهلية هنا في سوماليلاند في بداية التسعينات. كانت هنا المنظمات الغربية استجابت لنداء الاستغاثة التي تقدمها سوماليلاند أكثر من الدول العربية، وهنا بدأت الارتباط الوثيق بين الجهات الغربية وبين جمهورية سوماليلاند. وكان اهتمام قادة سوماليلاند بالوطن العربي صراحة قليلة جدا جدا. فنرى أن السياسة الخارجية هنا في سوماليلاند ينصب كل جهودها لنيل الاعتراف من الجهات الغربية، ولم تذهب مباشرة إلى الجهات العربية، لأنه الجهات العربية أولا موقفها معروف من سوماليلاند، وهذا خطأ صراحة. ولكن استدركت تم استدراك هذه أو إدراك هذه الخطأ في استراتيجية سوماليلاند فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. والآن هنالك جناح خاص باللغة العربية والعالم العربي في وزارة الخارجية، ونحن نتابع صراحة بشغف هذا التحول نحو البلدان العربية وقد رأينا في الآونة الأخيرة رغبة من جهات عربية للاستثمار، ليس فقط المساعدة وإنما أيضا للاستثمار في المجالات المختلفة في سوماليلاند، كما هو حدث في ميناء بربر، وكذلك أيضا القاعدة العسكرية الإماراتية. وهنالك أيضا اهتمام آخر من بعض الجهات العربية المختلفة كجمهورية مصر، ورأينا زيارة وفد كبير جدا من جمهورية مصر العربية، وكذلك جامعة الدول العربية لسوماليلاند. نحن نريد صراحة أن تذهب علاقات سوماليلاند نحو البلدان العربية إلى أبعد الحدود، لأن سوماليلاند هو جزء من العالم العربي من العالم العربي. وسنبدأ إن شاء الله في الحكومة الجديدة وسنعطي اهتماما شديدا نحو البلدان العربية، وسنتجه مباشرة إلى ليس فقط الدول العربية الكبيرة ولكن الدول العربية الصغيرة أيضا سنذهب إليها ونتقرب إليها، وسنطرق جميع الأبواب لنيل الاعتراف والذهاب بعيدا في هذا الطريق، منهم دول الشمال الإفريقي والتي لم نتواصل حتى الآن معها. سعادة المدير العام بوزارة التربية والتعليم العالي بسوماليلاند، لقد نجحت إلى حد كبير وزارة التربية والتعليم في منع الغش أو ضبط الغشاشين، هل هناك اهتمامات أخرى نحو تقويم التعليم بالسوماليلاند لأنه هو الطريق الأمثل لتقدم الوطن وازدهاره؟ أن ليس فقط منع الغش هو الخطوة الوحيدة التي أخذتها وزارة التعليم فيما يخص بمسألة جودة التعليم، ولكن المنهج كل جديد الآن عملت هو الصناعة السوماليلاندية خالصة. زمان كانت هنالك المنظمات الأجنبية خاصة الغربية والمنظمات الأمم المتحدة تساعد جمهورية سوماليلاند في وضع المناهج الدراسية في المدارس وفي الجامعات، لكن المناهج التي الآن تعتمد جمهورية سوماليلاند في جميع المدارس هو منهج وطنية حكومية. وسنطور طبعا في كل سنة سيتم تطوير هذا المنهج، وعندنا معهد لتطوير المناهج والاهتمام بالمناهج في من ضمن معاهد الوزارة. عودة إلى مسألة العلاقات مع الدول العربية، نحن شاركنا بعض المؤتمرات الكبيرة العربية الأجنبية، فمثلا شاركنا مؤتمر التعليم العالي العربي الصيني، وكذلك المؤتمر العربي الآسيوي للتعليم العالي، وكذلك المؤتمر العربي التركي.
ثم مؤتمر العربي الأوروبي الرابع والثالث. الرابع حصل في مدينة برشلونة في جامعة برشلونة في إسبانيا، والرابع حصل في مدينة في جامعة محمد الخامس في مدينة الرباط المغربية. ونحن على تواصل مع اتحاد الجامعات العربية، وأظن أن اتحاد الجامعات العربية هي البوابة الكبيرة نحو الدخول في قلب العالم العربي والتواصل معهم في الفترة المقبلة. سيبدأ بتعليميا ثم ينتهي بسياسيا. صحيح، هكذا صحيح. هي الخطوات صحيح. الأصح نعم. نحو التقدم نعم. في الوطن. نعم، نحن شاركنا في مؤتمر الاتحاد الجامعات العربية الذي عقد في جامعة الإمارات العربية في مدينة العين، وتم انتخاب أمين عام جديد، هو كان وزير سابق في مصر، وأظن أن هذا الوزير ربما سيكون أول خطوة للتواصل سياسيا و... نعم. سعادة يوسف أحمد علي مدير عام بوزارة التربية والتعليم العالي، كم عدد المتخرجين من جامعات المختلفة؟ كما ذكرت 25 جامعة حكومية أو أهلية وأجنبية خلال العامين الماضيين حتى الآن. نعم، طبعا التعليم العالي هنا في الصومال لا يعتبر جديد كما قلت سابقا. نعم. فالجامعات عند الآن عمرها 20 سنة. نعم. التعليم العالي. نعم. في صوماليلاند. فآخر 15 سنة حوالي 60,000 خريج تخرجوا من جامعات الوطنية هنا في صوماليلاند، وظهرت هذه الكمية الكبيرة من الخريجين في الحياة العامة، وانعكس ذلك في الحياة العامة هنا في صوماليلاند، فمعظمهم الآن يعني يتقلدون بعض المناصب الكبيرة الحكومية وكذلك في منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الوطنية الأخرى وغيرها. لكن الأغلبية من هذا 60,000 العدد الكبير الذي ذكرته 60,000 هو أيضا ضمن السؤال القادم لحضرتك. شهدت صوماليلاند أعداد كبيرة جدا خلال السنوات الماضية من خريج الجامعات ومن هم لم يكملوا دراستهم الثانوية، اكتفوا فقط بالثانوية، يعد أيضا متعلمين سواء بنات أو بنين. هذا العدد الكبير رأينا أنهم يغادرون أو تغادر نسبة كبيرة جدا منهم كهجرة خارج الصوماليلاند إلى الدول الأوروبية ولا يعودون مرة أخرى. أليس هذه خسارة بعد أن تعبت الدولة ووزارة التربية والتعليم في تعليم هؤلاء الطلبة والأبناء والبنات حتى وصلوا إلى المرحلة الجامعية؟ في هذا الوقت ينتظر منهم أن يقدموا من أعمال وجهد لخدمة الوطن. في هذا الوقت نراهم يغادرون الوطن كلاجئين بدول أوروبية ولا يعودون مرة أخرى، ولا يستفيد الوطن من تعليمهم ولا جهودهم. أليس خسارة؟ وما هي الخطط التي يمكن أن تقوم بها وزارة التربية والتعليم للحد من هذا الخطأ؟ نعم، طبعا من أكبر التحديات التي تواجه صوماليلاند هي الهجرة غير الشرعية لأبنائها، وهذه طبعا الدولة تحدثت كثيرا في منع الهجرة الغير الشرعية، وهناك منظمات من الأمم المتحدة والدول الأوروبية تساعد جمهورية صوماليلاند لمنع هجرة العقول وكذلك هجرة التعليم من صوماليلاند. فمثلا الآن دولة ألمانيا أبرمت اتفاق مع وزارة التعليم العالي أنها ستبني معهد برعو للحرف اليدوية. نعم. لأنه معظم الخريجين هنا في صوماليلاند كان قد تخرجوا من بعض الكليات التي ليس لها علاقة بالحرفة، فكانت كليات نظرية وليست كليات عملية. فطبعا تراكمت الأعداد كثيرا في آخر 15 سنة، ونحن نعرف الوضع هنا، فالسوق العمل هو سوق محدود في صوماليلاند، ولكن طبعا يقع هذا على عاتق الحكومة الجديدة، وأظن أن الرئيس المنتخب السيد موسى بيحة عبدي
سيهتم كثيرا في مسألة توظيف والحد من الهجرة غير الشرعية. نعم. في الفترة المقبلة. ننتقل الآن بما أنكم بدأتم الحديث عن سعادة موسى بيحي عبدي أو فخامة موسى بيحي عبدي رئيس المنتخب بالصومالي لاند هنا خلفا للرئيس السابق أحمد محمد محمود آدم، ما هو الدور الذي لعبته وزارة التربية والتعليم العالي خلال سير الانتخابات الرئاسية قبل وبعد؟ طبعا بالمناسبة نريد أن نهني شعب سوماليلاند وكذلك الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته وكذلك جميع البلدان في المنطقة. كانت هنالك انتخابات صراحة جميلة جدا وممتازة ديمقراطية وشفافة، شهد لها كل العالم بأنها كانت نزيهة وفق القواعد العالمية للديمقراطية. نعم. وهذه الانتخابات لم تحصل في بلدان كبيرة أكبر. في المنطقة وفي أيضا في بقاع أخرى من العالم، ونحن نعتبر أن هذه أيضا من إنجازات وزارة التعليم، لأننا صراحة التعليم يرفع وعي المواطنين فطبعا الديمقراطية شيء ليس شيئا سهلا. الديمقراطية والانتخابات ومفهوم الدولة وكلها أشياء معقدة، لا يمكن لشخص جاهل أن يفهم كل هذه الأشياء. فهذا يعني أن وعي جمهورية صوماليلاند مواطني صوماليلاند هو جاء من وزارة التعليم، وعي مختلف تماما. فمسألة التعليم طبعا الآن حوالي 250 ألف طالب في المدارس الابتدائية والمتوسطة، حوالي 54 ألف طالب في المدارس الثانوية، حوالي 40 ألف طالب في المدارس في الجامعات في الجامعات، وكذلك حوالي 20 ألف في المدارس غير النظامية. فهنالك حوالي 50 يعني يساعد في تغيير الوعي القومي. نعم، في تغيير الوعي القومي للمواطنين. نعم، لا يوجد منزل هنا في صوماليلاند إلا فيه واحد شخص أو شخصين أو ثلاثة أو أربعة أشخاص يتوجهون يوميا إلى المدارس والجامعات، وهذا يغير من مستوى الوعي هنا في الصومال. نقلية العائلة. أي نعم. 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 ليس فقط المستوى الوعي وإنما أيضا المستوى المعيشي ارتفع في الآونة الأخيرة. والمعاملات الاجتماعية. نعم. بين المواطنين. نعم. 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 وترانا أيضا نلاحظ قلة المعارك التي كانت تحدث سابقا بين المواطنين. أي نعم. نستشعر الآن وعي قومي خطوة خطوة إلى الأحسن لدى المواطنين في التعامل فيما بينهم. إذا نكتفي بهذا الوعي القومي الذي قام أو الدور الذي قام به وزارة التربية والتعليم، فهو دور هام صحيح في توعية المواطنين نحو الأفضل لمصالحهم ولمصلحة الوطن. ننتقل الآن إلى سؤال. منذ حوالي 10 سنوات جاء إلى الصوماليلاند هنا عدد 300 معلم متخصص مصري يعملون في المدارس الثانوية بكافة أقاليم الصوماليلاند، فعلى مدار 10 سنوات ماذا حققوا من نجاحات لخدمة الوعي القومي كما قلت وللتعليم بشكل عام بالصوماليلاند؟ نعم، طبعا تعتبر الأساتذة المصريين في التعليم هنا في الصوماليلاند جزء مهم جدا من رفع مستوى التعليم في الصوماليلاند. فهذه طبعا الأساتذة هم أساتذة من خيرة الأساتذة في جمهورية مصر العربية، ولهم خبرة ليس فقط في التعليم وإنما أيضا في التربية ورفع مستوى أو قدرات الطلبة لرفع مستواهم المعيشي وكذلك التأثير والتأثر بهم في الحياة العامة وفي التعامل نعم. ونحن نرى أنه تم تغيير جذري في بعض العادات التي كنا نفترضها سيئة. صحيح. سعادة يوسف أحمد علي مدير عام بوزارة التربية والتعليم العالي، لقد قام فخامة أحمد محمد محمود آدم رئيس جمهورية الصوماليلاند المنتهية ولايته بخطوة لم يخطوها من قبل أحد بالبلدان المجاورة لنا، وهو
تنحيه عن الحكم مثلا طواعية باختياره إلى خليفته في الحزب فخامة موسى بيحيى عبدي. ما رأيكم على هذا التحول في الوعي السياسي القومي للصوماليلاند؟ صحيح، طبعا هذه من الإنجازات صراحة، من الإنجازات فيما يتعلق بالسياسة هنا في صوماليلاند. فنحن نعرف ونرى أن هنالك نضج سياسي في صوماليلاند بصورة عامة. يظهر ذلك النضج في كيفية تعاطي معطيات في بعض الأحيان غير المنطقية التي تنتجها الذي ينتجها الواقع هنا في صوماليلاند. ونحن نرى أنه أحزاب تفوز وأحزاب أخرى تهني، وهذا لا يحدث إلا في البلدان المتقدمة صراحة. ونحن صراحة يتطلع الشعب هنا في صوماليلاند من الحكومة القادمة بأن تخطو هذه الخطوات وتذهب بعيدا في نحو تعميق الديمقراطية وكذلك القيم الإنسانية الإسلامية العربية العربية في صوماليلاند. وهذه مهمة صعبة جدا على عاد تنتظر من ضمن تحديات كبيرة تنتظر الرئيس القادم. ما هي الكلمة التي تود أن تقولها إلى الحكومة القادمة خصيصا إلى رئيس القادم للصوماليلاند فخامة موسى بيحيى عبدي؟ كما قلنا سابقا هنالك تحديات جمة تنتظر هذا الرجل صراحة، وأنا أشفق عليه صراحة في بعض الأحيان. فعليه أن يلتزم بالدستور، عليه أن يلتزم كذلك برنامج الحزب. في نحن بحاجة إلى تنمية اقتصادية، تنمية في مجالات الصحة، في التعليم، في البنية التحتية، في رفع مستوى الكفاءة، رفع كذلك أيضا وجملة يعني من التحديات إقليمية دولية تمر بها منطقة صوماليلاند أو منطقة قرن الأفريقي بصورة عامة، وكذلك مسألة الجفاف المتكرر وقلة الأمطار أيضا. لابد أن نجد له حلول سريعة. يجب أن تكون هنالك حلول سريعة جدا لتفادي هذه الأضرار مستقبلا. وأظن أنه الرئيس القادم يدرك تماما حجم التحديات التي في انتظار. نعم، التي في انتظار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل له ويوفقه هذه مهمة لحل هذه التحديات، لحل كل هذه التحديات وأخذ صوماليلاند إلى مستوى أطور، مستوى أحسن أوسع. ولا بد عليه أيضا أن يقوي العلاقات العربية بالصوماليلاند العربية مع لأننا ذات أصول عربية. نعم صحيح صحيح. في نهاية هذه الحلقة سعادة دكتور يوسف أحمد علي، نتقدم إلى حضرتك بخالص الشكر على هذه الدقائق القليلة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. أخي المواطن، أخت المواطنة، إلى هنا نأتي بكم ومعكم إلى نهاية هذه الحلقة الشيقة التي كان ضيفنا خلالها سعادة المدير العام بوزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية صوماليلاند سعادة الدكتور يوسف أحمد علي. نشكركم على حسن وطيب المتابعة، وإلى لقاء آخر يجمع بيننا أترككم في أمان الله وحفظه. كان معكم من وراء الكاميرا كل من الزميل غرباني وعبد عمر، وهذا أحمد حسن آدم يحييكم.